معالم وآثار، جولة أثيرية تنقلنا إلى عدد من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية بجهة طنجة طوان الحسيمة. إعداد وإشراف يوسف بن كسوبة. إنجاز وليد الدراز وأحمد بن طلحة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج معالم وآثار على أثير أمواج إذاعة تطوان الجهوية. حلقة اليوم متتبعينا سنخصصها للحديث عن معلمة عريقة بتطوان، وهي المتحف الجهوي للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، والذي افتتح سنة 2007 ميلادية ويقع بين الجامع الكبير وسيدي السعيدي. ويعد مستمعين مقر المتحف هبة من عائلة الراحل أحمد بن عبود، أحد أبرز أعضاء الحركة الوطنية بالمنطقة الخليفية. بتصدد مستمعين كحضر معنا اليوم الأستاذ محمد بن عبود، مؤرخ ورئيس الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. حدثنا عن متحف المقاومة وموقعه بالتحديد وشكله المعماري. يوجد في حي جامع الكبير، العقبة الشرقية جامع الكبير. الموضوع المتحف هو الحركة الوطنية في شمال المغرب والمقاومة. تكلفت بالتأسيس دياله بالفكرة دياله هي مندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير التي يرأسها الدكتور الكتيري. المتحف العائلة بن عبود، خصوصا الزوجة وبنت الدكتور أحمد بن عبود عمي، تبرعوا بهذا المنزل الكبير. كان جدي أحمد بن عبود، ولكن بشرط يكون في هذا المتحف. فكرة كانت ونجمعوا ما بين الهندسة المعمارية التطوانية في المدينة العتيقة ونعطيها واحد الوظيفة، وهو يكون متحف. علاش هذه مهمة؟ لأنه مفتوح للجمهور بالمجان، فيمكن لأي أحد أن يزور هذا المتحف. فالمتحف أغلبية كين صور للتاريخ الحركة الوطنية في شمال المغرب. كين أولا عدة قاعات، وكل قاعة خصصت لموضوع معين. كين أولا الموضوع للتاريخ الحركة الوطنية في شمال المغرب والمقاومة إلى الاستقلال. كان محور دي زيارة دي جلالة السلطان محمد الخامس إلى تطوان سنة 56 و 57 إثر الإعلان عن توحيد الشمال والجنوب. ثالثا كان واحد القاعة خاصة بزعماء الحركة الوطنية في شمال المغرب وبعض منهم الجنوب، خصوصا الشماليين في حال الطريس في حال الشهيد محمد بن عبود. كان أيضا واحد الأنشطة الدبلوماسية كسفير مغربي منذ الاستقلال ضد الدكتور أحمد بن عبود، المال ديالو بنتهما اللي وهبوا هذا المؤسسه المندوبيه الساميه. هذا المتحف عنده جوج يعني الان اذا بغينا نزوروا شي منزل في تطوان، وحنايا ماشي من تطوان، صعيب يفتحوا لك الابواب المنازل الخاصه، ولكن هذا المنزل هذا اللي هو متحف مفتوح للجمهور، اذا رمم بشكل جيد وهو مفتوح للجمهور، وهذا هو اللي مهم جدا. جمعيه تطوان اسمير بتعاون مع الجماعه الحضريه هي اللي عندها اتفاقيه مع الحكومه الاندلسيه، طبعنا واحد الدليل ممتاز هذا المتحف هذا بالعربية والإسبانية في عدد من الصور، صور الهندسة المعمارية أولا، وثانيا الصور المعروضة كاملة في هذا الدليل الممتاز بالأسود والأبيض. إذن الهدف من هذا المتحف هو التحسيس بأهمية الحركة الوطنية والمقاومة في شمال المغرب، لأنها كانت مهمة جدا، ونظرا للعلاقة ديالها أيضا مع دفاع عن السلطان محمد الخامس لما انفاوه، والدور ديال هذا الحركة في الحصول على الاستقلال. كان أيضا أول مظاهرة نسوية للمطالبة بعودة السلطان محمد الخامس للمنفوة الفرنسويين، وكان الاحتجاج على الظاهر البربري. كان يعني واحد عدد كبير والأقطاب للحركة الوطنية كاملين مذكورين تماك. وهنا عاود كنشوفوا بأن التعاون للمجتمع المدني مع الأطر الدولة، يعني موقع شي واحد التبذير كما هو الشأن في واحد عدد المشاريع، يعني واحد العائلة قررنا، خصوصا المبادرة كانت العم ديالي الحاج المهدي بن عبود هو اللي كان كيتفاوض مع العامل ومع المؤسسة اللي غتكلم به من بعد، فساهموا بهذا المنزل. في المقابل الشرط الوحيد هو تأسيس متحف الحركة الوطنية، وهذا المندوبية كان عندها هذا المشروع هذا. إذا جاء ترميم من الخارج، كان يمكن يكون من الداخل، واللي مهم هذاك الترميم أيضا كان إشراف عدة جهات المجتمع المدني كجمعية تطوان أسمير، فموقعش تبدير كما هو في واحد عدد الحالات، والنتيجة كانت مزيانة.
جزيل الشكر أستاذ محمد بن عبود على هذه المعطيات الفريدة حول متحف المقاومة بتطوان. شكرا مستمعينا الكرام على حسن تتبعكم، شكرا لفريق الإنجاز والإعداد، ونضرب لكم موعدا في حلقة جديدة ومع معلمة جديدة. كان معكم وليد الدراز وأحمد بن طلحة، أستودعكم الله. معالم وآثار، جولة أثرية تنقلنا إلى عدد من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية بجهة طنجة طوان الحسيمة. إعداد وإشراف يوسف بن كسوبة. إنجاز وليد الدراز وأحمد بن طلحة.